قامت مصالح الحمايه المدنيه لولايه الجزائر بالتنسيق مع الوحده الوطنيه للتدريب والتدخل ومصالح الغابات لولايه الجزائر باسبوع تكويني على مستوى غابه بينام وختاما لهذا الاسبوع قامت مصالح الحمايه المدنيه بتمرين محاكاه الرتل المتحرك في مجال مكافحه الغابات بولايه الجزائر العاصمه بغابه بينام والمتكون من أربعين عون من مختلف الرتب والاعوان وتدوم فعالية هذا الرتل من الواحد جويليا إلى غاية 31 أكتوبر إبراهيم برقاش والتفاصيل هذا الروت المتنقل اللي راح يكون فعال وعملياتي ابتداء من اول جوي الى غايه 30 اكتوبر هذا الروت المتنقل مكون تقريبا 40 عون مختلف الرتب واليات كافيه هذا اللي راح يكون كل المده هذه مركزين داخل غابات عباينام حمايه مدنيه لولايه الجزائر عندها روت روت المتنقل ثاني اللي راح يكون على مستوى الوحده الرئيسيه لولايه الجزائر وين راح يقوم بتدعيم كل اقليم ولايه الجزائر؟ غابه الباينام مجهزه بنقاط الماء، خمس نقاط ماء مملوءه بالماء وعندنا اثنين برج مراقبه، واحد على مستوى غابه الباينام، واحد على مستوى غابه 19 جوان يخدموا هذه الابراج المراقبه 12 ساعه وعندنا فرق التدخل تخدم 24 ساعة على 24 ساعة نحن أثناء عملية التدخل الأولي نقوم بتقييم الحريق إذا كان في إمكاننا وباستطاعتنا أن نسيطر على